تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجدات

تأجل إلى موعد لاحق والسبب الحجر المفروض على الفريق الرجاء بعد عودته من قطر فضلا عن الإصابة بفيروس كورونا التي لاحقت بعدد من لاعبي الفريق بلغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أوضح أن دوافع التأجيل ترجع لعدم السماح المفاجئ من طرف السلطات المختصة لجميع مكونات نادي الرجاء الرياضي من لاعبين وأطقم تقنية وإدارية مغادرة فندق الإقامة الذي يقضي فيه الأخير مرحلة الحجر الصحي الإجباري بعد عودته من قطر خصوصا مع ظهور حالات إصابة في صفوف لاعبي الفريق بالمتحور الجديد أوميكرون بينهم أربعة لاعبين معطيات اعتبرتها العصبة في بلغها تدخل ضمن القوة القاهرة التي يستعصي معها إقامة المباراة وأعلن أمس إصابة لاعب الرجاء عبد الإله مذكور بالمتحور الجديد للفيروس لينضاف لكل من محسن متولي وحميد أحداد وأيضا محمد النهيري الذي كانت تأكدت إصابته في قطر حتى قبل خوض الفريق لنهائي كأس سوبر. عقب قرار التاجيل اعلن فريق الجيش الملكي خصم فريق الرجاء استنكاره هذا القرار في بلاغ رسمي له بهذا الخصوص مستغربا في ذات البلاغ اتخاذ القرار عشيه الموعد المحدد للمباراه مبرزا ان الفرق في البطوله الاحترافيه توصلت في وقت سابق بدوريه تنص على ضروره خوض المباريات في موعدها وانها لا تعتبر تبعات فيروس كورونا قوة قاهرة تستوجب عدم خوض المباريات نبقى دائما مع المنافسة البطولة الاحترافية أمس تواصلت مباريات الجولة الرابعة عشرة بلقاءين خلالهما نجح فريق يوسف برشيد في الخروج منتصرا على الدفاع الحسن الجديد بثلاثة أهداف لهدفين الفوز الخامس هذا الموسم لفريق يوسف برشيد رفع به رصيده إلى ثمان عشرة نقطة مرتقيا إلى المركز الثامن من جهته استعاد أولمبيك أسف في نغمة الانتصارات تغلب على ضيفه أولمبيك خريبجا بهدفين لواحد ليصعد إلى المركز الحادي عشر ب 16 نقطة متجاوزا بنقطة واحدة خصمه الخريبكي الذي تراجع الى المركز الثالث عشر. قاريا قررت الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم السماح للاعبين الافارقه الاستمرار مع انديتهم الى غايه الثالث من يناير المقبل قبل الالتحاق بمنتخباتهم استعدادا للمشاركه في النسخة المقبلة من نهائية امم افريقيا التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر القادم ويشكل هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الاوروبيه التي كان من المفترض ان تخسر جهود لاعبيها بدايه من اليوم على اعتبار ان اللوائح تنص على ضروره سماح الانديه للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل اسبوعين من موعد اي بطوله قاريه او كاس للعالم وكانت رابطه الانديه الاوروبيه تضغط بقوه من اجل تاجيل امم افريقيا المقبل قبل ان يؤكد الكاف قبل ايام اجراء البطوله في موعدها المحدد سلفا اي بدايه من التاسع من يناير كرة القدم اوروبيا اللحظة بالذات في الدوري الانجليزي كل الدوريات الكبرى اوروبيا متوقفة وحده الدوري الانجليزي البريمير ليج يتواصل ككل موسم بل ومتسارعا في عطلة اعياد الميلاد جولة داي الجولة التاسعة عشر التي عرفت تأجيل ثلاث مباريات بسبب الاصابات بفيروس كورونا التي تضرب عددا من الاندية شهدت مواصلة فريق مانشستر سيتي لعروضه القوية حقق فوزا بينا على ضيفه ليستر سيتي بي سي سته اهداف لثلاثه الفوز التاسع تواليا للسيتيزنز الخامس عشر لهم هذا الموسم رفع نقاطهم في الصدارة إلى سبع وأربعين نقطة الجولة شهدت عودة فريق تشيلسي لعزف لحن الفوز كان ذلك من ملعب أستون فيلا بثلاثة أهداف لواحد من جهته ضرب أرسنال بقوة وزاد من متاعب مضيفه نرويج سيتي في المركز الأخير بفوزه عليه بخماسية نظيفة وبإنجلترا بسبب فيروس كورونا مبارتان اثنتان عن الجولة العشرين ضمن ست مباريات مبرمجة غدا أعلنت. تأجيلهما يتعلق الأمر بلقاء ليدز يونايتد واستون فيلا من جهة ولقاء ارسنال ضد ولفرهامبتون من جهة ثانية تأجيل لقاء ليدز ضد استون فيلا يأتي بسبب تأخر انتهاء الحجر الصحي للاعبي ليدز الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 أما ولفرهامبتون فلم يستطع خوض لقائه أمام أرسنال بحسب رابطة الدوري لكونه لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين المتوفرين بسبب عد عدد حالات كوفيد 19 وايضا الاصابات في الفريق. بذلك المستمعين نضع نقطه نهايه صباح الرياضه اشكركم على طيب الاصغاء والمتابعه بدايه اسبوع